لا تعمله لا 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 تفعله لا 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 تعمله لا خيرا خيرا إن شاء الله. هل تشاجرت وأخيك؟ لقد وبخني حذرتهم يا ماما أن يستأذن قبل أن يدخل غرفة أبي. معه حق، كان عليك أن تستأذن كما علمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام 3 مرات. استأذنت، طرقت الباب ودخلت. أها، لا يا ولدي، ليس هكذا. عليك أن تنتظر حتى تسمع رد خالد، فإن أذن لك بالدخول دخلت وإلا فلا. وهكذا نفعل دائما حين ندخل على أي إنسان كان في بيته يا عمرو، نطرق الباب ونستأذن 3 وننتظر ونسلم بتحية الإسلام فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سألك أهل البيت من تقول؟ أنا. لا، بالطبع لا، تذكر اسمك فتقول عمرو. وإياك أن تقف قبالة الباب، فليس هذا من آداب الاستئذان. تقف على يمينه أو شماله. خلق الحسن دوما تبقى على